السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. موديل خفيف وبسيط وبناتي ومناسب للجامعات كمان. يلا نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. قلنا القماش بيجي يا جماعة عرض 150 سنتي، تمام. الطول اللي أنا بقرره هو الطول اللي أنا بجيبه. يعني ايه يعني طول الموديل؟ هو اللي أنا بحتاجاه. لو الموديل طوله متر فأنا بجيب متر وبزود عليه طول الكم، بزود عليه طول الكم، فبيبقى عندي حوالي متر ونص، حوالي متر ونص. لو انا وزن كبير بضاعف يا جماعه، بخلي متر للامام ومتر للخلف، واحاول اطلع الاكمام يا اما من الجناب او ازود ربع متر كمان، فيبقى عندي مترين وربع. يعني عشان اعرف القماش اللي انا محتاجاه لازم اعرف انا وزني قد ايه. وانا وزن كبير لازم اضاعف القماش، وزني قليل لغايه 80 كيلو مثلا يبقى لا، البلوزه دي متر ونص بس، تمام. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده القماش كله متوفر في محلات القماش، اي خامه هتلاقوها موجوده، تمام. طيب فانا باخد القماش بتاعي اهو. لو لاحظتوا ان الموديل بتاعي واخد من الكم، واخد من الكم. يعني كل مره كنا بنقول اول حاجه انا عايزه احدد طول الموديل بتاعي، عايزه احدد طول الموديل بتاعي، فانا باخد الطول من اعلى نقطة بالشكل ده كده واشوف انا محتاجة الطول قد ايه، تمام. وبحدد الطول اللي انا محتاجاه، ده كده طول الموديل اللي انا عايزة، تمام اهو. بعمل خط كده عرض المسطرة، الامام عندي مقفول والخلف مقفول، تمام. طيب هلاحظ انكم واخد حوالي كده لغاية تقريبا ربع الكم اللي فوق، حوالي 14 سنتي مثلا من الكم، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ مش انا باخد الجزء ده كده وباخد نص المساحة دي اهو، تمام. فانا باخد نص المساحة دي بالفعل هنا اهو، تمام. وباخد 15 سنتي كمان من الكم، باخد حوالي 15 سنتي كمان من الكم، تمام. طيب بشتغل بقى من القياس الجديد، وخليني فاكره ان الكم اخدت منه 15 سنتي زي ما بعمل كل مره، بقيس لغايه اعلى منطقه بالشكل ده كده اهو، وبقسمها بالنص اهي بالشكل ده، تمام. الخط ده بقى عندي خط الجنب، خط الوسط عفوا، وده خط الصدر، تمام اهو. وده خط العشرين سنتي بتوع الجنب، وده الطول الكلي. باخد الجزء ده كده بالوسع ده، بالوسع ده كده كله هيبقى واسع بالشكل ده، انا خدته بالمسافة اللي انا خدتها فوق، تمام. طيب باخد دوران الرقبة 8 سنتي اهو، بقص الاتنين مع بعض. طبعا هكبر دوران الرقبة بتاع الامام، وبرضو بنزل بخط مائل عادي جدا اهو بالشكل ده مع مسافات الخياطة، وبنزل للآخر، تمام. طيب باجي عند المساحة اللي انا خدتها هنا اهي، وادخل حوالي 2 سنتي بس كده اهو، وزي ما انا عايزة. لو انا عايزاها واسعة، لو انا عايزاها مكسمة زي ما انا عايزة اهو. ده ليه؟ عشان احدد بس مكان الكم، تمام. طيب باخد الرقبة الأمامية وازودها شوية بالشكل ده، تمام. طيب الكم اهو، بحط ده كده جنبها برضو على 4 بالشكل ده كده اهي، شايفين. طيب لو انا مش عايزة فيها خياطة بعكسها، لو انا مش عايزة فيها خياطة بعكسها بخليها كده اهو، شايفين كده الشكل ده كده اهو بالظبط، تمام. كنا بنقول طول الكم 60، طيب لما نطرح منه 15 سنتي هيدينا 45 سنتي، يبقى انا هاخد الجزء ده بس كده 45 سنتي اللي هي تكملة الكم بس، وهو مستقيم مفهوش اي حردات ولا اي حاجة. موديل سهل جدا، انا بس رايح بصوا كمان، ده كده شكل الكم، بفصل اتنين من بعض عشان انا عامله كمين اهو،
تمام. طيب دوران الرقبة الواضح هنا في جزء يعني باين قوي ان هو ملوش دوران رقبة، هو بس متفنش، بس ممكن نعمل دوران رقبة خفيف كده اهو. زي نص الياقة كده على حاجة اهي عشان الطرحة. كده تمام. طيب بصوا بقى الخياطة تكون ازاي. تمام تمام ده كده مثلا الامام عشان نواق مفتوح اهو، حط على وشه على طول الخلف، واخد الجناب، اخد كده ده الكتف ده كله بالشكل ده، والكتف التاني بالشكل الموازي ليه على طول. الكتف التاني لازم ننضف الخيوط اول باول. تمام بفتح الكم بالشكل ده واخد اول كم، لازم وش القماش على وش القماش اهو، واخدها من اول هنا كده على قد المسافة بتاعتها. تمام شايفين كده، بعمل الناحية التانية نفس الحكاية. ممكن تتني الاسورة هنا بتاعت الكم، بلاقي انه افضل قبل ما اقفل خالص. لو قماش مش بينسل دايما بقول المعلومة دي بتني تانية واحدة، لكن لو بينسل يبقى تانيتين. تمام طيب باخد كده اهو الكم، عايزة تضيقي هنا ضيقي اهو. لازم خياطة الكتف تيجي على بعضها، عايزة تضيقي في الوسط هنا في حرية اهو، ممكن ادخل كده شوية اضيق، لو طولته شوية هيبقى درس او فستان. يعني في ناس بتعترض على مصطلحات اللي في النص، لا خليها فستان. تمام باخد الرقبة اللي انا عملتها دي او الشريط اللي انا قصيته، بخيطه الاول عشان ما يرولش معايا اهو. خد الطول طويل، ولما مش محتاجه الباقي واحنا بنخيط نشيله مفيش اي مشكله اهو. تمام ممكن نشيل الزياده من هنا. ببتدي خياطة من الجنب بحيث ان برضو لما اجي اقفل اقفل من الجنب. تمام اهو اوصل كده لغاية خط الجنب اللي انا بدأت عنده الخياطة قبلها بسنتي كده على حاجة. خلاص كده اهو شايفين خط الجنب ده، واروح شايلة الزيادة دي واقفلهم بقى كده مع بعض. اهو يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين الخياطة بتيجي هنا، بس طبعا عشان العروسة بتاعتنا ملهاش ازرع، وان شاء الله نعمل لها ازرع، هنعمل لها عملية قريبة كده زراعة اعضاء ان شاء الله، ونحاول نعمل لها دراعات عشان الموديل كله يظهر بشكل طبيعي. زي ما حضراتكم شايفين كده ده الطول، ده الرقبة لازم يكون شكلها بالفينش اللي انتم شايفينه ده عشان يبقى شغلك جميل والناس تشكر فيه. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.